للمزيد ينضم الي من الاسكندريه ابراهيم عزت موفد اون لايف. ابراهيم اهلا بك، يعني لو تضعنا في اجواء هذه الاحتفاليه ماذا بشانها، ايضا ماذا بشان اهم الشخصيات التي حضرتها؟ نعم، أهلا بك رغدة من هنا من كنيسة قصر الدبارة. هذه الكنيسة التي تعد أحد أهم أشهر الكنائس الإنجيلية والتي تتواجد في ميدان التحرير. نعم. يعني استقبلت منذ قليل عدد كبير من قيادات الكنيسة الإنجيلية في مصر والعالم، ولعل أبرزهم يعني بالتأكيد الدكتور القس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، فضلا عن رئيس الكنيسة الإنجيلية في ألمانيا. هذه الكنيسة وهذه الاحتفالية الكبرى التي انطلقت قبل 30 دقيقة من الآن وتحوي عدد من الكلمات الخاصة لرؤساء الكنائس، الآن بدأ الكورال وهو الاشتراك مع الكنيسة الإنجليزية ودار الأوبرا المصرية بقيادة المايسترو ناير ناجي في إلقاء بعض التراتيل المسيحية الإنجليزية في هذه المناسبة. إذا تحدثنا رغدة سويا عن ماذا يعني الإصلاح الإنجيلي في الكنيسة الإنجيلية، والذي انطلق عام 1517 حينما يعني انطلق الراهب مارتن لوثر كينج من ألمانيا، وعندما استشعر أن العلاقة ما بين الإنسان والله هي علاقة مباشرة، ورأى أن هناك عدد من يدعون أن هناك وسطاء ما بين الله وما بين المعبود. إذا تحدثنا عن هذه الاحتفالية عموما، من هنا من 500 سنة في ألمانيا انطلقت الإصلاح الإنجيلي، والذي وصل أيضا إلى مصر هنا في أعقاب السنوات الكثيرة الماضية. توجهت بسؤال مباشر للدكتور القس أندريا ذكي حول هذا الإصلاح، ماذا لو لم يكن هذا الإصلاح في الكنيسة الإنجيلية؟ فرد علي قاطعا، لم تكن هناك الكنيسة الإنجليزية في مصر أو في العالم عموما. إذا تحدثنا أيضا رغدة حول المدعوين، وصل أيضا للتو عدد من السادة الوزراء يعني الذين وجهت لهم الدعوة، الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، والدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال، وعدد كبير من السادة النواب. عن مشاركة الكنائس ما بينها وما بين بعضها، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على رأسها قداسة البابا طدروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الذي بدوره صباح هذا اليوم استقبل الوفد كاملا الذي أتى من ألمانيا احتفالا بهذه المناسبة في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وقام بإلقاء كلمة ربما يأتي أبرز هذه التصريحات التي قالها لرؤساء الكنائس الإنجيلية، أن مصر هي حاضنة للحضارات، ومصر أيضا التي استقبلت العائلة المقدسة. وبين جميع الكنائس، إن كانت الكنيسة القبطية والكاثوليكية والإنجيلية، علاقات ممتدة ومستمرة ممثلة في ربما يعني خدمة مجتمعية في إقامة المستشفيات وما إلى ذلك والمدارس بجوار الكنائس عموما، وهو أيضا الذي اتخذه الراهب مارتن لوثر كينج أن تكون هناك خدمات اجتماعية بجانب الخدمات الكنسية. أيضا قداسة البابا الذي يحتفل اليوم الكنيسة القبطية بمرور 5 أعوام على جلوسه كرسي مار ماركوس، بعث إلى هنا إلى كنيسة قصر الدبارة نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس أسقف شبرا الخيمة وتوابعها، ممثلا عن قداسة البابا طدروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ونائبا عنه في هذه الاحتفالية. إذا تحدثنا عموما وسريعا عن برنامج اليوم رغدة الذي تشهده هنا كنيسة قصر الدبارة، يعني انتهى منذ قليل الممثل الأسقف هينرك وهو رئيس الكنيسة الإنجيلية في ألمانيا، ودارت كلمته بالكامل حول الراهب مارتن لوثر كينج والعمل الذي قام به، العمل التبشيري بالطبع الذي قام فيه بألمانيا، ووصل الإصلاح، وأن الإصلاح لم تقتصر على فترة محددة، ولكن الإصلاح الإنجيلي والإصلاح المجتمعي
هو مستمر على مدار الأيام. أخيرا هنا في هذه الكلمة بعد هذا القرال سيلقي الدكتور القس أندريا زكي الكلمة الرسمية والأساسية في هذه الاحتفال بمرور 500 عام على الإصلاح الإنجليزي في الكنيسة الإنجليزية. الآن من قصر الدبارة عودة مرة أخرى إلى زملائي رغدة ومحمد لاستكمال باقي أخبارنا. شكرا لك موفد أون لايف إلى كنيسة قصر الدبارة الزميل إبراهيم عزت، وأتمنى لك أمسية لطيفة أنت وكل ضيوف الاحتفالية.